بده من ظهره. ربع يهضوا معهم لخين يتوزعوا. ما بقى يدير يا درتها لكم فوي سياره داخل نحولوا هذا اللي ما عندوش مره. خلال مختلف التشكيلات والفرق الأمنية المتواجدة في الميدان، حيث تم تسخير 10500 شرطي من مختلف الفرق العملياتية، سواء فرق الشرطة القضائية وفرق الأمن العمومي أو كذا الفرق الخاصة بأمن ولاية الجزائر، حيث يتم اتخاذ كل إجراءات والتدابير الخاصة بالوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين، سواء بالنسبة للسائقين حيث يتم تحويل السيارات إلى المحشر، أو بالنسبة للراجلين أين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.